على قوس جزاء برعاية مطعم ومقهى جنائن المعلقة. بوفي فطور وسحور يومياً. المنصور بابلون مول الطابق الخامس. لأنه مبدع لذا يصعب وصفه، قيمته أنه حينما وصل القمة حافظ عليها. يعتبر أنه آخر ملوك سلالة العمق، معمر من جيل الكأس. أنا وأنتم ومن لا يحتاج إلى تعريف، الكابتن صالح سدير في الحلقة الأولى من على قوس الجزاء. رمضان كريم. نورتنا كابتن برنامج على قوس الجزاء بالحلقة الأولى، وإن شاء الله تكون فاتحة خير. الله يخليك، تسلم. أنت النور كابتن. سولف بداية برمضان وأجواء رمضان، نبديها من الطفولة وصولا للوضع الحالي، شلون تشوف التغيرات؟ طبعا بالبداية رمضان كريم عليكم إن شاء الله، وعلى العراقيين وعلى قناتكم إن شاء الله، وعلى متابعين قناتكم. يعني تعرف يعني رمضان سنة عن سنة أكيد يتغير، خصوصا أنه أنا كل سنة أكون بمكان، يعني مدائما أكون متواجد مع الأهل، وهاي يعني هاي صار يمكن السنة الثالثة أنه ما أكون متواجد مع أهلي، يعني دائما يا أما بغداد يا أما بدهوك يا أما أكون ملتزم عمل. بس أعتقد أنه رمضان شيء حلو، رمضان أنه حتى هي راحة للجسم، الإنسان دائما أحس أنه تكون قريب على ربك، تكون قريب على هواي. حتى بالعراق حتى من دورينا شغال؟ يعني بالعراق ما تخلص الدوري، دوريك برمضان وغير رمضان معروف، يعني كل وقت هو شغال. يا دوب نحصل أنه ممكن شهر زمان راحة، ممكن أحد حتى ممكن كل لاعبين المنتخب حتى راحة ما يأخذون. بس الحمد لله والشكر. يعني قبل أحلى لو هسه؟ يعني اعتقد انا اشوف وجهه نظري هسه احلى. احلى هسه غريبه، دائما الواحد يكون متزمت بذكرياته القديمه. اكيد الذكريات هي مثل النسوة، ذكريات الطفوله حلوه، بس من تكبر راح وايد يعني تشوف امور انك كنت تفاقدها، يعني كنت امور يعني مثلا شنو اللي لقيته؟ يعني اللي لقيته برمضان، شوف هسه السنه ولا احنا بدايه رمضان، يعني بعدنا يعني صارنا كم يوم أيام رمضان ان شاء الله، ايام قليله. بس كنت يعني مثلا التزام مع ناس غير ناس، التزام مع ربوة، التزام مع هواي امور. انا بغداد اول سنه لي رمضان، هاي السنه خصوصا ملتزم مع نادي. اول سنه لك ببغداد؟ اول سنه لي رمضان ببغداد. غريبه، اي دائما اكون ملتزم، يعني مثلت الزوره بس ما مثلت برمضان، يعني ما كان وقت رمضان بوقته. بس دا اقصد برمضان، يعني رمضان اول سنه اكون متواجد ببغداد، يعني سكني يكون هو بغداد. كلش حلو طبعا، كلش حبيته، انه كانه تحس نفسك انه انت خارج العراق، خصوصا اجواء المنصور يعني كلش اجواء حلوه، يعني رمضانيه حلوه الحمد لله والشكر. زين، قبل لا اروح للتقرير اللي عدى الزميل وليد المرسومي، اريد اسالك على لقب الباشي، شنو موضوعه من اطلق عليك؟ الباشا مشيت الباشا صالح سدير. اي الباشا يعني طبعا لاعبين المنتخب زملائي هم اللي طلعوا هذا الاسم، يعني نشأت وهوار ونور صبري وعماد محمد واكثر من لاعب، يعني زغاي دائما كانوا يسحوا لي الباش، يعني هم طلعوا لي طبعا. يعني ما تعرف احد محدد طلع لك اياه؟ شنو السبب يعني؟ ليش الباش؟ ليش مو غيرش؟ يعني كانوا يعني يقولوا لي كلاعب، يعني الاسم اختارينا لك كلاعب يعني مطابق لك، انه ممكن انت لاعب داخل الملعب نحسك انه يطابق بك هذا الملعب، وشهاده افتخر بها من لاعبين قريبين علي. تحب اللقب؟ طبعا اكيد. تحس اضاف لك؟ اضاف لي، احبه اصلا شيء، لان هو هذا اللقب السمى الكابتن حسام فوزي، وحبيته لان هو هذا الشيء يعني الكابتن حسام. حسيت روحك امتداد؟ طبعا اكيد، يعني من تتلقب باسم ان الكابتن حسام غني عن التعريف، لاعب له تاريخ، لاعب يمكن اعطاك الميزه التهديفيه، يعني انت مو لاعب هجوم صريح. صحيح. وانا اصلا احب هذا اللاعب، يعني هذا اللاعب احب استايل لعبه داخل الملعب. ايش قال لك من شافك حسام فوزي؟
قال نفس الشيء، قال لي انه هذا الاسم مطابق لك. نفس ما كان هو هذا هو علي حسيته مطابق لك، وشهاده افتخر بها منك. طيب يا باشا، انا وياك والساده المشاهدين نروح نشوف التقرير الخاص اللي عدى الزميل وليد المرسومي حول الكابتن صالح سدير، وراجع لكم. كل ما تكبر تحلم وتصير احلى واحلى. كلما يكبر يزداد عطاؤه على المستطيل الأخضر، فهو فنان وساحر ويداعب الكرة كيفما يشاء، وبتمريراته السحرية يقلب مسار المباريات، وكل فريق ينتقل إليه يضع بصماته فيه. أكثر لاعب تسبب بالإحراج للمدربين الذين تواكبوا على تدريب المنتخبات الوطنية لعدم استدعائه لما يقدمه من مستويات مميزة. توج بالعديد من الألقاب مع المنتخبات الوطنية والأندية التي مثلها محليا وخارجيا، ولعل أبرز أنجازين أسهم بهما بشكل واضح هو الحصول على المركز الرابع بأولمبياد أثينا عام 2004 مع المنتخب الأولمبي، والتتويج بلقب أمم آسيا عام 2007 مع المنتخب الوطني. في هذه الحلقة سيقف على قوس الجزاء الفذ صالح سدير، الذي ولد في 21 من شهر آب لعام 1981، حيث بدأ مسيرته الكروية مع نادي النجف عام 1999، ولعب معه حتى عام 2003، وفي موسم 2003-2004 انتقل إلى نادي الطلبة العراقي، وفي موسم 2004-2005 انتقل إلى نادي الزمالك المصري، وبعدها انتقل إلى نادي الأنصار اللبناني، ثم انتقل إلى نادي العهد اللبناني، وانتقل إلى نادي ره أهن الإيراني، ليعود مرة أخرى إلى لبنان من بوابة الصفاء، ليرحل بعدها إلى صفوف نادي بيكان الإيراني. ومع بداية موسم 2011 قرر العودة إلى الدوري العراقي عبر بوابة زاخو، ومنه إلى ناديه الأم النجف، لينتقل بعدها إلى دهوك، ومن ثم إلى الزوراء، ليعود إلى دهوك مرة أخرى، ومنه إلى الطلبة، وبعدها استقر بصفوف نفط الوسط لموسمين، ليبدأ رحلة جديدة مع الميناء لم تدم طويلا حتى استقر الآن في صفوف نادي القوة الجوية. شكرا للزميل وليد مرسوم على هذا التقرير حول الكابتن صالح سدير. كابتن، نرجع لك بعد التقرير، نسأل على مواقع التواصل الاجتماعي ودخولها بعالم الرياضة، شلون تشوف تأثيرها الإيجابي والسلبي بشكل عام؟ يعني ما نقول المواقع الإلكترونية، لا ندخل، يعني أقصد الإنستغرام والفيسبوك، أنتم كلاعبين تعاملكم مع هذه المواقع؟ يعني تعرف، يعني خصوصا يعني هي هاي التواصل الاجتماعي، المواقع وخصوصا تدخلها إنه بعالم الرياضة وعالم خصوصيات منتخبات، خصوصيات الأندية، صارت يعني حقيقة صارت مواقع إنه أنت ما تعرف المتابعة، أكو هاي مواقع إنه ما تعرف. لا أنا ما أقصد المواقع الرياضية، قلت لك يعني أقصد يعني أنت تعاملك مع المواقع الإلكترونية، مع حسابك بإنستغرام، حسابك فيسبوك، أوكي، يعني متواصل، عندي تعامل متواصل مع المواقع، متواصل مع الإنستغرام، مع الفيسبوك، يعني دائما على التواصل. زين. عندي شخص قريب صديق علي يدور هاي الاشياء، يدور انه مواقعي، يدور شغلاتي، اشيائي، ف دائما متواصل ومتواجد. اضافت لك تحسها لو سلبيه؟ ما نقول المواقع الرياضيه، لا، المواقع الخاصه بي، لا بالعكس، ما بيها شيء سلبي، يعني تواصل. محبه الناس، اهتمام الناس بي، قرب الناس، تواصل مع الناس، اعتقد هذا الشيء انه مفرح لكل شخص انه يشوف هو قريب على الناس، تواصل مع الناس، ناس محبينه، ناس يتابعونه، فهذا الشيء انه انا بالعكس حابه ومرتاح لهذا الشيء. زين، نرجع رمضان، اجواء رمضان، انت يعني بعيد عن العائله، وقلت هذا أول رمضان ببغداد حبيته، لكن أكو جزئيات يمكن تفتقدها، مادة الإفطار، مادة السحور، شلون نمشي الوضع؟ صحيح، يعني أكيد هذا الشيء ما يتعوض، يعني الجمعة بالعائلة بأيام رمضانية ما يتعوض أي مكان، مهما يكون مكان ما يتعوضه. بس تعرف إنه إحنا ملتزمين بعمل، وما طول ملتزمين بعمل، فهذا شيء طبيعي. عنده فندق، تعرف أنا ساكن فندق، وكل أموري موفرت لي بالفندق، وأكلي وشربي، وشهر رمضان يعني كل الأيام
الحمد لله والشكر كل شيء متوفر لي، وبس افتقد مهما يكون افتقد انه اكون، اتمنى نخلص مباراه على ما اروح يوم يومين اكون بالبيت. شلونك ويا الاكل؟ تسوي اكل لنفسك مرات؟ ها؟ تسوي اكل لنفسك مرات؟ من كنت بالاعتراف اسوي لنفس. شنو اقوى اكله تسوي؟ سباكيت. هاي اقوى شيء. اقوى شيء سباكيت. ما واصل للتمن؟ لا 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 ما التمن ما اعرف له، رغم هو سهل ايه؟ بس ما اعرف له. اعرف التشريب دجاج او تشريب لحم. اي هاي زين. اي تعلمته من صديق، يعني تحياتي له محمد الياور. زين. شغل صديق عليه، هو اصلا يعرف بهاي الاشياء، هو علمني هذا التشريب. زين. والسباكيتي. ذكرت جزئيه مهمه، قلت يا ريت استغل يوم وين بعد المباراه تسافر بين النجف اشوف الاهل وارجع، لكن بالمقابل انت توقفات الدوري ايضا تستغلها بالسفر. صح لو لا؟ صحيح. يعني شوف اني من اكون يعني انه فتره ما مسافر خارج العراق، من يكون عندي اي توقف دائما استغله، لان يعني نحتاجه احنا كلاعبين، خصوصا اني كشخص احتاج انه دائما اسافر، يعني انا من نوع احب السفر. فنيا مردوده ايجابي يكون السفر؟ طبعا اكيد، يعني دائما انت من تبتعد عن الشيء اللي تمارس به دائما باستمراريه، من تبتعد عن الضغوطات راح ترجع بنفسيه، راح ترجع بوضعيه افضل. فأنا دائما استغل هذا الشيء، يكون مضغوط من خلال مباريات او خلال تمرين او خلال هواي ضغوطات، فاقرر ان اسافر. من يكون رفيقك عاده بالسفر؟ يعني اقرب شخص هوار، الكابتن هوار هو اقرب شخص لي، يعني بالسفر دائما ما يكون متواجد وياي بكل مكان، يعني صار لنا تقريبا يعني 13 15 سنه على طول نستغل اقل فرصه ان نسافر بها. زين، احنا على طاري هوار عندنا شهاده من احد زملائك، نشوفها ونرجع لكم اصدقائي المشاهدين، خليكم معنا. كابتن رزاق، انت بالاولمبي وبالوطني لعبت مع صالح سدير، تتذكر فد موقف صار بيناتكم موقف طريف؟ والله صالح واحد من افضل لاعبين الوسط اللي انجوتهم الكره العراقيه، واجا وجيل جيل ذهبي صراحه، وصاحب حقق للعراق كثير من الانجازات. المواقف كثيره طبعا، واولها الموقف اللي كان هو وانا قايل له يشوفني ما يعطيني الباص حتى لو انفرد، كان هو ويونس واحمد صلاح مجموعه واني ونفسي شادين عليكم؟ لا ما يشدين، واحنا هم مجموعتنا يعني للضحك بالتمرين يعني. فكان يعني قايل لاني الصناعة اللي بس جول واحد، تصور انت طوال المسيره وكل السنين بس بكاس الخليج جول. بعدين قلت له طلع لا ماكو شيء، يعني ما متقصد، انا اتهمته باطل صراحه. يعني الطلبه اهداء، الطلبه تمريرات، شو طلبه بعد كبرنا وبطلنا، خلي يطل الشباب الجدد تمريرات، انا اللي اطلبه هي يطيه للاعبين الشباب. شكرا للكابتن رزاق فرحان على هذه المداخله. كابتن ابو تشوك شو يقول لك؟ طبعا تحياتي كابتن رزاق، وشهاده اعتز منها انه الكلام اللي تكلمه بحقي، وهو اتهمني طبعا، حقيقه اتهم مو حقيقي صحيح، يعني ما كنت عندي هذا النفس ابد، بس صحيح يعني هي بصوره عامه كنا يعني كانوا اكثر من مهاجم ايام المنتخب، هذا الحكي ايام المنتخب يعني اكثر مهاجم، بس ممكن كنت ما العب بس بدون قصد، ما اعرف يعني، بس هو يقول لي انت بقصد كنت ما تلعب. كابتن عندك حس تهديفي، لازم تصير انانيه تسجل. لا بس حقيقه كنت ما اتذكر، هو حاطها ببالي، هو قال لي انه انت كنت ما تلعب، تلعب ليونس، وانا ما كانت هاي ببالي، بس هو عنده نشأة نفس الشيء، هو قال نشأة وياه، يعني عندك نشأة ما تحتاج. كابتن نسولف بالامور الرياضيه اكثر، واريد اسالك اجمل فتره قضيتها مع اي نادي، خارجيا او داخليا، سولف لي. يعني حقيقه اجمل، يعني خصوصا بالاعتراف اجمل، يعني اجمل فتره رياضيه قضيتها مع نادي الانصار لبنان، لبنان. خصوصا كان كابتن عدنان حمد اول سنه ويانا، وحققنا كل البطولات، وكانت فتره ذهبيه اعتبرها، حققنا دوري وكاس ما كانت يمكن ذيك المردودات الماديه مثل ما موجوده هسه. شوف بالبدايه صحيح ما كانت مردودات ماديه، بالبدايه كان هدفنا انه احنا الاحتراف. نعم. هدفنا نطلع احتراف خارج العراق وتلعب، لكان لان كان الدوري العراقي كان ابد مو بالصوره الصحيحه، دوري مو منظم، دوري يا سنه هذا يعني بال 2005 2006 كانت هواي خربطه، فكان انه هدفنا انه احنا نطلع خارج العراق، والحمد لله خروجنا بالاعتراف انه هو كان مردوده ايجابي على المنتخب، كان احنا كلاعبين كنا محترفين ما يعادل 20 لاعب، فكان ايجابي للمنتخب، نتائج المنتخب، فكنا نتمرن صح. لكن بالمقابل الدوري اللبناني مو ذاك الدوري اللي
ممكن يضيف القيمة الفنية للاعب؟ لا بالعكس ضاف لنا هواي شغلة، خصوصا مدربين أجانب، كابتن عدنان حمد كان ويانا، احنا لعبنا بالدور اللبناني ولعبنا بكأس آسيا، كنا نلعب دور اللبناني من دور اللبناني أو هوار، وكنا من أفضل اللاعبين يعني، وكنا مؤثرين. فتعرف أنت اللاعب ما طول أكو مدربين، ما طول أكو أجانب، أكيد هو اللاعب يطور نفسه يعني أكيد. فإحنا استفادنا يعني من دور اللبناني من خلال الأجانب، من خلال المدربين اللي دربونا. بس تعرف الدور اللبناني ما مشهور إعلامياً، ما مسلط أضواء إعلامياً، بس هو كدوري أنه أعتقد دوري قوي، دوري منظم، بس كإعلامياً ضعيف. لكن ما يقارن بالدوريات الخليجية أبداً. لا أكيد دوري الخليجية مو إعلامياً، حتى فنياً. حتى فنياً أكيد. تعرف الدور الخليجي، دور الخليجيات، اللاعبين الأجانب، المردودات المادية، الشركات الراعية تختلف يعني. لحد الآن هم يعني الدوريات الخليجية أفضل الدوريات بآسيا يعني، شرق آسيا بصورة عامة أفضل من الصين، أفضل حتى من دوري، ما يقارن الدوري الياباني، الدوري الكوري يعني. هذا الشيء أكيد أنت ما تقدر تقارنه بالدوريات الخليجية. زين أنتوا لعبتوا مع العهد اللبناني ذهاب وإياب، استذكرت أكيد أيام لبنان طبعاً. أريد أسألك سؤال، دورينا هسه تطور، دخلت عليه هواي شغلات، ملاعب تطورت، احتراف، ممكن مردودات مادية أكثر، هواي أمور صارت جديدة بدورينا، حتى النقل التلفزيوني صار بنقل. صحيح. اللي أريد أسألك عليه، شلون تشوف اليوم الدوري العراقي بالمقارنة مع الدوري اللبناني؟ أكيد مهما يكون حالياً الدوري العراقي أفضل من الدوري اللبناني بهواي أمور، يعني من حيث إمكانيات اللاعبين، من حيث إمكانيات الأندية، من حيث إمكانيات المادية. فأعتقد هاي اللاعبين، هاي الإمكانيات بالدوري العراقي موجودة كملاعب ملاعب تدريب، ملاعب مباراة. الدوري العراقي حتى بالسنة هاي والسنة القبيلة ممكن، خصوصا السنة بوجود الملاعب، بدأ يتقارب على 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 الدوريات الخليجية. لسبب، ليش؟ احنا نحتاج أجانب على مستوى عالي، نحتاج مدربين على مستوى عالي، نحتاج مدربين أجانب للأندية مو بس فقط للمنتخبات، نحتاج مدرب الأجنبي يجي يضيف لك. ما نجحوا كابتن؟ لا بلا، احنا ما نجحوا لأن كانت أساسياتنا غلط، كانت ما عندنا لا ملاعب، لا عندنا تنظيم دوريات، لا عندنا. هسه حاليا احنا بأفضل حالاتنا من حيث الملاعب، من حيث تنظيم الدوري، من حيث وقت المباريات، فكل شيء ده يكون عندنا صح، سنة عن سنة ده نطلع صح. تدخلات الجماهير شلون تعالج يا كابتن؟ الشرطة بالمركز الثاني أو الثالثة قالوا المدرب ماركوس باكيتا، ومدرب معروف على مستوى عالم. هذا الشيء يتحملوه إدارات، ما يتحملوه القوائم الجماهيرية. يجب على كل إدارة أن تكون صاحب قرار، صاحب شخصية، ما تتأثر بالجمهور ولا تتأثر باللي دي يصير خارج الملعب. يجب أن يكون عندها شخصية، عندها ثقافة، عندها ثقة. يجب أن يكون رياضيين عارفين شلون يتعاملون مع النتائج السلبية والنتائج الإيجابية، ومعناها أنه كل مدرب يخسر كل مباراة يأثر عليه الجمهور. فهي هذا الشيء يتحمل الإدارة، يتحمل رؤساء الأندية. إذا كانوا رؤساء أندية رياضيين، رؤساء أندية عارفين شلون يتعاملون مع الحدث الرياضي، فما راح يأثر عليهم. شنو اللي ينقص دورينا؟ دورينا كدوري، مو كأندية، لا كدوري، كدوري كرة قدم. كدوري احنا نفتقد يعني حقيقة، نفتقد إلى التنظيم بعد أفضل، نفتقد الحكام بعد أفضل، نحتاج حكام دوليين. احنا دورينا، بس انت نفسك كابتن شكيت من حكام بطولة العربية، تذكر قلت أسوأ حكام مروا عليهم هم حكام الحكام. شوف الحكام معرضين لأغلاط، بس انت لغرض تعلي من مستوى المباريات وتعطي قيمة للمباراة. احنا كنا نلعب لبنان من يكون ديربي ومن يكون مباراة كلاسيكي ومن يكون هاي مباراة مهمة، يستعارون الحكام من خارج، الحكام حتى حكام يحكمون دورات أبطال أوروبا يجيبوهم لبنان. ليش؟ لأن تقييم للمباراة، تقييم للدوري مالتك، وما أنا حكام لموزيني. بس أحيانا نحتاج حكام أجانب نعلم من مستوى المباريات، نتعلم من رتم المباريات. فنفتقد الحكام على مستوى عالي، نفتقد التنظيم على مستوى عالي. ملاعب بدينا يعني الحمد لله والشكر تكون عندنا ملاعب بصورة صحيحة. يعني أعتقد خلال سنتين اللي جاية راح يكون يعني مستوياتنا مستوى الخليج على الأقل. أقاطعك، نروح نسمع شهادة ثانية من أحد زملائك، ونرجع إحنا وياكم أصدقاء المشاهدين لتكملة حلقة على قوس الجزاء مع الكابتن صالح سعدير. حمودي صالح سعدير، شنو أحلى شيء بيه؟ والله صالح سدير يعني
شنو احلى شيء به؟ العمق اكيد، باص بالعمق. فهو مرات يموتني، يلزم الطوب منين ما يلزم يشوت. قلت له يابا احنا ما جايبينك على الشوت، جايبينك على العمق، لعبنا بالعمق في مال الله. شكرا للزميل وليد المرسومي وللكابتن حماد احمد. كابتن حماد جاوب عنك. حماد هو جاوب عنه. ايه. قال احنا افضل شيء به انه هو العمق خصوصا. تحياتي للكابتن حمادي. طبعا المهاجمين اللي ماخذوا فرصتهم الحقيقيه خصوصا مع المنتخب. انا بدي اسالك سؤال هسه، اريد اسالك انه حمادي امجد راضي، عماد محسن ممكن يعني لاعب جديد وممكن ياخذ فرصه، لكن حمادي وامجد راضي يمكن هسه بنضجهم الكره الحقيقه هالفتره. صحيح. لكن حمادي اعتزل. سبب عدم استدعاء هؤلاء اللاعبين برايك؟ يعني حقيقه انا استغرب خصوصا انه حمادي وامجد راضي بافضل حالاتهم نفس المصدر. حمادي صار لاعب ناضج وامجد راضي صار لاعب ناضج، ممكن تستفاد منه بالمنتخب، وتحتاج 100% المنتخب خصوصا اللاعبين الناضجين ضروري هسه يكونوا متواجدين بالمنتخب. لاعب هداف بالفتره، هداف لاعب شرس مشاكس داخل الملعب، هو يبي مواصفات اهل اللاعب منتخب. بس ما اعرف، احنا دائما بالمنتخب اللي يكون بالنادي زين نروح المنتخب، لازم يكون مو زين بالنادي على مود المنتخب. قاعده هاي قاعده ما صارت مجربه. ممكن لا يلعب حمادي شوط ثاني يروح منتخب، يلعب 10 دقائق ربع ساعه ممكن يروح منتخب، بس يكون لاعب مؤثر، يكون لاعب مهم، يكون لاعب انه هو مؤثر بنادي وفريقه وعنصر مهم. صعب يستدعي. توقع حمادي تمرد في فترة معينة؟ لا، لكن لاعب يمر بفترات معينة انه هو مو بحالة طبيعية، يعني مو نعم. مو معناها انه كل لاعب يكون عنده تروب معناها انه هو سيء او هو مثل. حمادي مر بفترة كان يحتاج انه مدرب يحتويه، مدرب يرجع لوضعه، ما عرفوا شلون يحتويه، بالعكس هم حاربوه. هو كان مع كابتن باسم قاسم، اخذ له كاس اتحاد اسيوي واخذ له دوري، انه بالمنتخب هو ما طاف فرصه. شنو السبب برايك؟ تحس اكو ضغوطات على المدربين المنتخبات الوطنيه؟ طبعا اكو تاثيرات بالمنتخب الوطني، التواصل الاجتماعي يعني وايد تاثير سلبي. تاثيره سلبي، تاثير سلبي حقيقه، تاثيره سلبي على كل اللاعبين. زين، يعني هذا الشيء انه خصوصا اللاعبين قريبين على هذا الشيء، بدنا نشوف مو بس اني، بشهاده الكل، التواصل الاجتماعي خصوصا على المنتخب الوطني صار تاثيره سلبي. باكثر من لقاء يمكن واخرها مع الزميل حسين الطايب برنامج صدى الملاعب، ذكرت انه اللاعب اللي يريدون يستدعوه منتخب وطني يكتبوا له على الفيسبوك. صح، وراح يستدعوه منتخب وطني. صح. موضوع مو صعب، لكن انت ايضا كابتن قمه عطائك، اذا سواء بالزوراء من كنت واليوم انت بالقوه الجويه، عطائك واضح وتاثيرك واضح بالفريق، تسجيلك للاهداف والناس قاعد تنشر عنك. الحمد لله، الحمد لله الناس دا تنشر عني، مو انا دا انشر. حتى المواقع الالكترونيه، المواقع الالكترونيه ما مقصرين وياك، مقصد الناس اللي حكيت عليهم في فتره معينه. صح، اليوم انصفوك. صح، في ناس يعني في ناس بصف. بس تعرف هذا الشيء يحتاج لاستمراريه. من اليوم انه انت وين مواقع عني؟ يعني قبل اربع سنين، خمس سنين انا اتواجد اركب بالمنتخب، قبل اربع سنين، وهذا الشيء ما صار، ولحد هاللحظه الناس دا تكتب، وفي مواقع دا تكتب، والناس دا تكتب. بس بدي اقول لك انه المواقع انه احيانا يكون مواقع سلبيه تاثر بصوره غير بصوره مباشره، بحيث انه يصير اكثر من مره، يصير اكثر من موضوع. اكو ناس متواجده حتى بالاتحاد، مواقع اصحاب مواقع متواجدين بالاتحاد، اكو ناس قريبين، انا حقيقه ما مستمر. ممكن اكو ناس مشكورين مواقع التواصل الاجتماعي، ناس رياضيين، ناس متابعين، منصفين مو بس الي، منصفين لكل شخص هو مجتهد مع ناديه. بس الحقيقه قلت لك لين انا ما عندي تواصل، ما عندي استمراريه، ومو هذا الشيء سلبي، مو هذا الشيء الايجابي، وهذا السلبي الاول. هناك امور ممكن، يعني ما اعرف اذا كانت عندي قضيه مع الاتحاد، ما اعرف اذا هو الاتحاد رفض انه جيل 2007 يكون متواجدين. تحس كاساس 2007 صار نقمه عليكم مو نعمه؟ اذا انت، اذا كرار جاسم، اذا يونس محمود في فتره معينه، وحتى نشأت هوار، يعني حقيقه انا ليش نقمه؟ بالعكس احنا جيل 2007 اللي قدمه للعراق ما حد لحد الان ما حد قدمه، بالعكس هو. وثاني شيء ما بيهم اذيه، بس الجيل 2007 صارت انه شيء، يعني نقمه بمساله استدعائكم في مراحل انتم كنتم مهيئين ومؤهلين. صحيح. للاستدعاء، هذا قصدي. كانت انه الجيل، لاعبين جيل 2007 بالذات كان لهم مرغوبيه من الجماهير، من المواقع، من الصحف، من كل شيء، انه يجب ان يكونوا موجودين، وهذا الشيء اللي كانت رافضه المدربين والاتحاد، شايفين انه الجيل 2007 انه هم لاعبين ماخذين انه مسيطرين على المنتخبات. من جماهيريتكم؟
ها؟ يخافون من جماهيريتكم يعني أنا؟ يخافون. منتخب وطني استدعي صالح سدير بس يجوز ما يخدمني قاعد احتياط، إذا قعدت احتياط والفريق خسر. إحنا لاعبين محترفين، إحنا نخدم بلد. طب قاعد منتخب وطني. يخاف من جمهورك كابتن؟ ها؟ يخاف من جمهورك المدرب؟ يعني ممكن شوف هذا الشيء ممكن إنه أنت هذا الشيء بس يخافون ممكن يعني مدرب منتخب وطني مفروض إنه ما يوصل مرحلة يخاف من أي شخص. لا من مواقع ولا من لاعب ولا من الاتحاد. اليوم انا على راس هرم منتخب عراق فما ياثر بي لا متواصل ما احترمه ولا اتحاد ولا لاعب. يجب ان يكون هرم مسيطر على الكل مهما يكون قيمه اللاعب مهما يكون اسم اللاعب يبقى هرم المدرب المنتخب هو الاعلى وهو الافضل. فهذا الشيء انه اتمنى يتواجد بكل مدرب المنتخب الوطني على مود يسيطر على كل المجموعه المنتخب الوطني. زين نرجع على ذكرى مهمه ونقطة مهمة ومشرقة بتاريخك وبتاريخ جيل 2007 وبتاريخ نحن كعراقيين اللي هي كأس آسيا 2007. سولفت لي قبل لا ندخل بالجو بالكواليس انه فيزتكم من حجزت من لبنان طرت لكأس آسيا كان شقد تنتهي؟ اول 3 لعبات. اول 3 لعبات بس الدور الاول. الاول ونرجع. احنا تعرف قياسة بالفرق المقابلين السعودية واليابان وكوريا والإمارات وهي فرق كانت أعدادهم واستمرارهم كان أفضل من عندنا من خلال المباراة من خلال المعسكرات من خلال هاي الأمور. فأنت الوضع العام صورة عامة يقول لك أنه أنت ما راح تتأهل زين. بس حقيقة من فضل الأول يعود للشعب العراقي للجماهير العراقية لأن كل مباراة صرنا نفوز بيها صرنا نشوف العراق غير صرنا نشوف العالم الاحتفال. احنا بوضع كان وضع جدا سيء بالعراق وضع طائفي وضع استقر بلد ما مستقر امنيا فبحيث كل مباراه نجتازها ونفوز بها نحس البلد بالعراق يتغير. هذا الدافع اعطانا اكثر انه نقدم بعد اكثر للعراق. فدائما كل مباراه هو الشعب العراقي وهو صاحبين الفضل الاول علينا بكاس اسيا اللي خلانا نكون احنا بالفورم اللي خلانا عندنا هدف طموحنا صار اكثر لغرض نفرح هاي الناس وغرض نفرح هذا الشيء. فعلا الحمد لله قدرنا نستمر وهواي مواقف صارت وهواي اشخاص يعني من خلال الاحتفال الله يرحمهم توفوا هم اعطونا بعد دافع معنا واكثر انه نحقق شيء انجاز والحمد لله والشكر حققنا الانجاز وجبنا لهم اياه. الجمهور من تحس انه هو كان الدافع الشخصي لكم اللي كان يخليكم تستمرون بلعب المباريات واداء يصير تصاعدي من خلال كلامك كفتين من المدرب فييرا ما كان له دور. لا يعني ترى ما لا بالعكس مدرب مهما يكون له بصمته ولا دوره. مدرب كان مدرب الاجنبي الوحيد اللي كان هو صديق واخ قبل ما يكون مدرب لكل اللاعبين. كل المجموعه كانت تحب المدرب، المدرب احتوى هاي المجموعه. اللاعب العراقي صعب مدرب يتعامل وياه، اللاعب العراقي ما لاعب محترف. اللاعب العراقي لاعب مزاجي. يجب على المدرب يعرف شلون يتعامل ويا اللاعب العراقي. اتذكر كاس القارات كان مدرب بورا صارت عندنا مشكله بين اللاعبين داخل الملعب قبل مباراه اسبانيا يعني مشاكل بين اللاعبين. فهو بعد المباراه اجتمع بالكادر الاداري وقال لهم اني اول مره اشوف ايش فريق اني ما اقدر ادرب ايش لاعبين بيناتهم يتعاركون لاعبين بيناتهم تاش. المشكله اللي كانت مشكله بلاعبين بيناتهم تاش صار بالملعب صار لاعبين بيناتهم واحد يضرب الثاني وصار لاعبين انه تاج بيناتهم. فهو قال ظل شلون يلعبون الملعب وهم بيناتهم بالتمرين تاج فاني ما اقدر ادرب اريد اعتذر. زين فكان رئيس الاتحاد حسين السعيد والكابتن ناجي حمود صار ناجي حمود قالوا له اللاعب العراقي يختلف عن اللاعب الاوروبي ويختلف عن اللاعب العربي بصوره عامه بالملعب نفس واحد انت اختار دعش من ذول اللي دعش اللي اختارهم وصارت مشكله وراح اشوف احنا مسؤولين. حقيقة من صارت مباراة اسبانيا وشاف اللاعبين اللي كانوا متعاركين شافهم قلب واحد وروح واحدة قال انا اول اشوف مرة اشوف ايش لاعبين. البارح كانوا ضد والبارح كانوا متعاركون اليوم هم قلب على قلب ولعبوا 90 دقيقة وواحد يدافع على الثاني. فاللاعب العراقي يحتاج له لاعب مدرب شلون يتعامل وفيرا استغل هذا الشيء. اذا كابتن برايك تعتقد فييرا احتوى اللاعب العراقي وقدر يفهمه نفسيا؟ طبعا لاعب على الجانب النفسي؟ طبعا اكيد عرف شلون يتعامل عرف شلون يوظف اللاعبين، عرف شلون يكون صديق على اللاعبين وكان مدرب يعني قريب على كل اللاعبين مو بس اللاعبين الاساسيين على كل المجموعه. انا اصابيت بالمباراه اسيا
كاس تحد البطوله الاسيويه ضد استراليا. الاتحاد العراقي كان مصر انه يرجعني خارج الوفد. المدرب رفض هذا الشيء وقال اللاعب جاي ويانا يبقى ويانا لنهايه البطوله، ممنوع اللاعب يرجع، اللاعب اصاب ويانا يبقى ويانا نهايه البطوله. والاتحاد العراقي كان رافض انه انا ابقى، والمدرب كان قلت لك هو كان صديق اللاعبين قبل ما يكون مدرب لاعبين. حسيت هاي الميزه موجوده عند مدرب عراقي؟ يعني ما يعني المدربين العراقيين ما كلهم اشتغلت وياهم، تعرف اكو مدربين ما اشتغلت وياهم، بس كانت الغني شهد عنده هذا الشيء، تحسه من لاعب يحتاجه يكون اخ، يكون اب له، يكون قريب عليه، موجود عند هاي الميزه له. يعني كابتن راضي شنيشن بالفتره الاخيره اشتغلت وياه بالزوراء واشتغلت وياه بالجويه. فرق؟ عكس بالزوراء. شنو الفرق؟ شنو يعني الفرق متغير هواي. يعني كان بالزوراء غير، بالجوية هسه شيء غير ثاني، يعني تحسه يعني قريب على اللاعبين. شنو الفرق بين راضي الزوراء وراضي الجوية؟ الفرق انه هو يعني بدا هواي امور يعني يتغاضى النظر عنها، هواي امور يسمع لها، هواي امور ممكن انه يتقبلها، هواي امور يعني ممكن انه يتجاوزها. لاعب العراقي تعرف لاعب مو محترف، ممكن هواي عنده سلبيات، مو على اي نقطه هو يعلق، ممكن اكو هواي امور نقاط يتجاوزن لغرض انه تغيير، لغرض احتواء الموقف، لغرض. فاعتقد هي نقطه ايجابيه ونقطه مو ايجابيه، بس الكابتن راضي شنيشن عرف شلون يتقرب للاعبين وعرف شلون يكون يحتوي اللاعبين. عندك مفارقه غريبه ويا الكابتن راضي شنيشن، من جهه هو من جانب نادي قطر قال المفروض صالح سدير استدعى المنتخب، اجى استلم المنتخب ما استدعاه. حتى من جهه الجويه هو حتى هذا السؤال كذا شخص سالني اياه كذا برنامج او كذا انه من كان المنتخب ما استدعاني، جهه الجويه استدعاني. غريب يعني انا الحقيقه ما سالت، وهذا الشيء هو خاص بي ما اعرف انه حقيقه شنو. يبقى مدرب، كل مدرب له الادوات اللي هو يحتاجها. انا بدي اسالك انت كيف ممكن تتعامل مع مدرب رادك ما رادك، رادك ما رادك؟ ابدا انا اتعامل، انا محترف. بعض اللاعبين ياخذ موقف من المدرب ابدا. انا ما عندي اي موقف، انا عندي عمل مدرب، يعني هو كابتن ما استدعاني وكنت استحق انه متواجداني ما استدعاني، بس من طلبني للجويه كنت عون له وكنت سند له، والحمد لله والشكر الله وفقني وقدرت ان اكون سبب من سبب نتائج الفريق. انا اتعامل كلاعب محترف، ما اتعامل ويا هاي ابد، ولا عندي ولا اشيل بداخلي ولا اخلى الامور. زين كابتن احنا راح نتوقف، نروح الشهادة أخرى نسمعها من أحد زملائك فريق القوة الجوية. نرجع لكم أصدقائي المشاهدين مع الكابتن صالح سدير ومن على قوس الجزاء. كابتن شبي صالح سدير ياك ما يلعب لك باصات بالمباريات؟ صالح لا باشا أحسن ولد بالدنيا، بس هو شوية بالباصات هالأيام شوية أموره مو زينة. يعني على رمضان؟ يمكن صايم اللعبات هاي. لا أيوه والله الباشا ما يقصر يا اللاعبين، انسان خلوق ويا رب اتمنى له التوفيق ان شاء الله. شكرا للكابتن عماد محسن على المداخله. كابتن كم رجل؟ هم رجاله للباص، رجاله سالفه الباص، يحتاج لتذكرات الملعب، لازم عندي تذكرات عماد كره عماد يوم جد. شلون تتعامل في هذا الموضوع؟ يعني حقيقه يعني شوف اللاعبين يصير نرفز مرات الملعب. لا الحمد لله ما عندنا مستوى، الطرف هو يعني طموح كل لاعب. نعم. يعني هو عماد يعني تعرف لاعب صغير عنده طموح انه يسجل ومن حقه طبعا، ورغم اني يعني ممكن اللاعب الوحيد انه مقصر وياه صحيح، يعني يمكن ما صنعت له هدف لحد الان، ما صنعت له هدف. هو طموحه عالي، لاعب مستقبله قدامه، بس انه انا تعرف يعني هي كره واحده، اتمنى اخدم الكل واتمنى اقدم للكل، بس ان شاء الله العمده بالجايات اقدم له. يستاهل العمده. يستاهل يستاهل. زين كابتن راح اسالك اسئله سريعه، اريد من عندك اجوابات. ساعتزل كره القدم في اريد وقت واريد نادي. يعني وقت بس احس نفسي ما العب اعتزل كره القدم. ما اعطتني وقت هيك. يعني ما اقدر اعطيك وقت محدد بالذات، شوف يعني ممكن اني يعني بهالفتره اذا ما كنت مؤثر فريقي ابطل راسا. من احس نفسي لاعب مو اي قيمتي فريقي راسا ابطل. لو اعطوك اسبوع لتولي منصب سيادي بالعراق ماذا تختار ولماذا؟ سيادي
يعني سياسي؟ لا مو سياسي، يعني ممكن يكون رئيس اتحاد، ممكن وزير، ممكن رئيس وزراء. وزير شباب. ليش؟ لأن بحكم عملي رياضي متطلع على هواي أمور بالرياضة ممكن أقدر أغيرها أو أقدر أصلحها أو أقدر أضيف لها. شنو تتوقع الشيء راح تسويه خلال هذا الأسبوع؟ شيء محدد راح تصدر بقرار ويصلح؟ تحسه هو يعني هسه ما عندنا، ما موجود. ما موجود؟ ممكن أنا أسويه خلال الأسبوع؟ إنه أقوّل مباراة نفط ميسان. هالسبوع. حدث عندي. لا لا أنا أقصد كوزير شباب الرياضة خلال هالأسبوع. آه سوري كلاعب، بقول لك كلاعب. لا لا وزير شباب الرياضة. ممكن أساعد الاتحاد، أجيب ستاف مدرب، ستاف أجنبي يقود المنتخب أعلى من المنتخب. اسمه وتاريخه والسي في مالته أعلى من المنتخب. هذا أول شيء. المشكلة الأزلية ساعدنا؟ طبعاً. يجب أن يكون المدرب المنتخب أفضل من كل الموجودين بالمنتخب. من خلال كلامك راح أفتهم أنه أنت راح تتجه للإدارة بعد الاعتزال أكثر من التدريب. يعني حقيقة أميل هذا الشيء، أميل للإدارة، أميل لهذه الأمور أكثر من التدريب ومن العمل الرياضي. للإدارة؟ الإدارة. ما رايح لغير مكان؟ لا لا. تحس كل أحلامك الرياضية تحققت؟ لا بعد. بعد؟ بعد دوري عراقي ما تحقق. غريبة مو؟ غريبة. عندك حملت شوي أنا. عندك أساسي بس ما عندك دوري عراقي. ايه ما عندك دوري. ايه تعرف سبب بي أنا. دوري عراقي كان محصور يعني بفرق الجماهيرية، كان يجب علي أن أتواجد بهاي الفرق الجماهيرية. رغم تنقلك الكثير السبب بي؟ رغم تنقلي ورغم إنه اختياراتي كان المفروض من البداية أكون بهاي الفرق الجماهيرية. تحس نفسك تأخرت؟ تأخرت طبعا. وقت انعرض عليك عقد وصدق تندمت عليه هسه. انعرض عليك عقد لفريق أخذ دوري. وش وقت؟ نفط الوصل. السنة اللي أخذوا بيها دوري كانوا رايدين لمرحلة ثانية وما اتفقت وياهم وكان لهم نصيب أخذوا دوري. غير نفط الوصل. إذا الجوية. شو وقت رادوا؟ قبل سنتين. كم كاس تحل اسوي كان ودوري كان ممكن اكون وياهم وهم صارت امور اختلافات وما اتفقت وياهم كان ممكن اكون وياهم قلت لك انا السنه ناوي على الدوري بعد ما به مجال طبعا اكيد طموحي السنه هذا الشيء كان هدفي الاول انه للجويه من جيت انا هدفي دوري كاس تحل اسوي جويه تحس اكثر مؤهل الان لا زوراء جويه وشرطه قريبين حتى النفط قريب مو فقط الـ لا ابدا مو لا 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 الزوراء سهل لا الزوراء هو مؤهل ولا الجويه مؤهل ولا الشرطه ولا النفط لكن بحكم المباريات المتبقيه الجويه عنده مباريات اكثر ببغداد اكثر من بقيه نفس الشيء حتى لو يعني تعرف المباريات كلها صعبه حتى لو بغداد خارج بغداد كل مباراه صعبه دوري عراقي ما تحزر بيه المباريات شغله يحتاجها الجوي حتى ياخذ اللقب ياخذ لقب الدوري خسرون الشرطه والزوراء لا كجويه يعني نفوز كل المباريات فقط الفوز فقط الفوز تحس الوضعيه بالجويه الان ملائمه مثاليه خصوصا مثاليه مثاليه حلو افضل حسب ما سمعته افضل ما مر به الجويه السنين اللي فاتت هاي السنه من خلال استقرار اداري من خلال لاعبين من خلال تعامل الاداره من خلال تعامل المدربين نعم. طبعا من خلال العمل المشترك بين اللاعبين والاداره والمدربين افضل استقرار هو هالسنه الجويه نوقف عند الجويه نروح الشهاده اخيره بس قبل هرد اسالك على هدوءك الهدوء اللي سيطر على الكابتن صالح سدير تحس مرات ياخذ من حقك يعني حقيقة أنا أعشق هذا الشيء يعني أنا هذا الشيء حب اللي إلي هذا الشيء أنا أحب الهدوء حتى بحياتي خارج الرياضة بصورة عامة متكتر دائما أحب الأماكن هذا ما أختلط بالملعب مو هادئ بالملعب أبد مو هادئ بالملعب شرس لأن الملعب ما يحتاج لهدوء يحتاج لشراسة زين خلينا نقول خارج المستطيل الأخضر هدوءك ياخذ من حقك تحسه لا أبد ما غبنك هدوءك ما أخذ لا ما غبني بس أحيانا أنا أتغاضى النظر عن هواي امور بقناعتي طبعا لان ما احب انه
جدل وما احب انه ممكن تشرح الاشخاص. الفتره الاخيره حتى هدوءك زاد اعتقد حتى بالتصريحات شوي الفتره الماضيه 2008 2009 2010 صحيح كنت تحدي حتى ضد زملائك 2007 صحيح. تحس نفسك تندمت على التصريحات؟ لا يعني الحقيقه انت دائما من تكون تصريح حتى ضد زملائك هي مو تصريح انه قلل من شأن زملائي بس حقيقه وجهه نظر يعني وجهات نظر. انا يعني كابتن يونس معمود سنه من سنين حكيت قلت هو ما يستحق يلعب منتخب مو معناها يونس هو انه هو مخش لاعب لا بس بوقتها كنت ما يستحق لانه هو كان ما يلعب نادي وجهه نظري انه هو كان خارج ما يمثل اي نادي اي فهذا وجهه نظر بس هو كشخص يبقى كاي شخص زي ما اللي رياضي شخصيته واحترامه موجود بس كوجهة نظر نظري بهذا الأمور يعني ما بتندم عليها بقى. نرجع نهدأ شوية نروح نشوف الكابتن راضي شيش أصدقاء المشاهدين إيش قال على هدوء الكابتن صالح سدير. كابتن صالح سدير خو ما متعبك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله صالح حقيقة يعني كل نادي يشرف بي وكل مدرب يشرف بي لاعب هادئ اشتغل وياه بالزوراء والان حقيقه اضافه اعتبرها نوعيه انه صالح يعني الهدوء مالته في بعض الاحيان يعني اكثر من لازم شوف يعني يكون سلبي على الفريق؟ لا مو سلبي لا مو على الفريق بالعكس بس كلش هادي يعني حتى ما يسمع صوته رغم انه لاعب كبير ولازم الان الكبير في هيك في هكذا فريق يكون له دور قيادي هو ستايله واسلوبه انه حتى بقيادته ما يتكلم كثير فانا وجهة نظري صالح من اللاعبين القلائل المميزين في هذا الجانب من اللاعبين الجيل القديم اللي اعتقد يعني كثير امور صارت بس لكن صالح نوعيه مختلفه اتمنى له الموفقيه وقادر على البقاء لفتره اطول خصوصا على مستوى انديه والدوري المحلي خصوصا. شكرا للكابتن راضي شيشل على هذه المداخله. كابتن سمعت كلام الكابتن راضي شيشل؟ طبعا الشهاده اعتز بها من الكابتن راضي شيشل وشرف لي انه دربت اكثر من سنه مع الكابتن وحقيقه يعني ما اعرف ايش اقول لك بس هي طبعا انه انا هدوئي يعني انا احب هاي الميزه يعني حقيقه انا احب هذه الميزه. قربك من المدربين اكثر حتى خلينا نقول غير الكابتن راضي شيشل متحوك على هاي الميزه؟ ايه اكو متحوك كابتن ناظم شاكر ذكر هذا الشيء بالميناء ذكر هذا الشيء حقيقه انا احب هذا الشيء حتى لو ممكن مرات نفس ما قال احنا لاعبين كبار يجب ان نكون قياديين يجب ان نكون صح. نحتوي اللاعبين قدوه لغيرك مو بس انه قدوه يجب ان تحتوي المواقف كلها يجب ان تكون انت الاول بالواجهه خصوصا احنا اللاعبين كبار بالفريق بس دائما ما طول احس انه اكو لاعبين مؤدين واجباتهم كلاعبين كبار مثل حمادي كابتن فريق او ذولا فاكون ما اتدخل انا بدي ارجع للكابتن راضي شيشل بجزئيه مهمه سابقا كان اللي يلعب ينتقل من الزوراء للجويه او الزوراء او من الجويه للزوراء كان هذا يكون محرم على دائره الزوراء راح يصير او محرم على دائره الجويه اليوم شفنا الموضوع يعني بدا يصير اسهل بدا يصير اسلس وطبيعي اعتقد يعني انت لعبت بالزوراء واليوم انت بالجويه بالمقابل انت محترم الان من جمهور الزوراء ما احس يعني عندك فت خلاف بالمقابل ايضا اذا تركت الجويه راح تبقى محترم وبرايك السبب حتى زاهر ميداني بالزوراء واليوم بالجويه تعرف هذا الشيء هو يعني هذا الشيء هو خاص باللاعب قبل ما يكون خاص بالنادي او بالجمهور يكون خاص باللاعب نعم. يجب انت اللاعب كلاعب يجب ان تحترم النادي وتحترم جماهير النادي ما طول مثلت النادي ما طول سلم للسنة مثل يجب أن تحترم النادي يكون لك مواقف إنه إيجابية أو مواقف محترمة من قبل الكل إذا أنت تكون محترم وإذا أنت تكون عملك خالص وإذا أنت ما عندك أمور يعني خارج الرياضة فأكيد إنه راح تكون محترم أنا مثلت الزوراء وقدمت أفضل شيء ما بالزوراء ومن جيت بالجوية لعبوا ضد الزوراء هو جمهور الزوراء يصفق لي وجمهور الزوراء يدعمني حقيقة العلاقة اللي مع الزوراء ما انقطعت بقى تواصلي مع الجماهير بقى تواصلي مع الإدارة أحلى فترة فريق محلي وين قضيت ما ردي تأثر على سوي لك مشكلة ويا الجوية بس احكي لي لا بالعكس لا ما تأثر يعني أحلى فترة تعرف يعني خصوصا يعني حقيقة مع الجوية حاليا ليش لسبب أنا قلت يعني صارنا تقريبا إحنا 5 أشهر مخسرانين نادي فريق من يكون 5 أشهر مخسرانين مباراة أكيد تكون فترة ذهبية لها محل دوري كاس اتحاد آسيوي اول مره ممكن بحياتي الرياضيه انه اني
تقريبا من عادل 25 الى 30 الى 27 مباراه ما خسران هي مع الجويه في هاي الفتره حاليا، اعتبرها فتره ذهبيه، كاس تحت اسوي، دوري، صح. مباريات، فاعتقد افضل فتره هي حاليا مع الجويه. انا اريد اختم وياك، لكن قبل لا اختم اريد اسالك سؤال حملوني يا جمهور النجف. جمهور النجف يسال صالح سدير، خلينا نقول انا بقمه عطائي، ويسالون صالح سدير شو وقت راح يمثل النجف وهو بهذا العطاء الوافر، شو وقت راح يعطيهم من عطاء؟ ليش احنا عاده نتعلم على اللاعب من يجي من يعتزل، شلون نقول من يهبط مستواه؟ ابدا يلا يرجع النادي الام. ابدا ما افكر هيك، انا بالنجف كنت اتمنى انه العام مفروض انا مثل النجف، بس حقيقه انا انه اللاعب اللي حافظ على اسمه يجب ان يختار نادي يحافظ به على اسمه. نادي النجف مع احتراماتي كنادي، بس هم كفريق ما عدوا فريق ينافس على دوري، عدوا فريق سهل ممكن انه يكون بالدوري. من طبع عملي ما احب يكون فريق بس مجرد حضوره بالدوري. انا ليش طلعت من ميناء؟ طلعت ميناء لان حسيت انه هو بعد ما ينافس بالدوري، لهذا السبب طلعت ميناء. انا عقدي بالميناء اكثر من الجويه، ومستحقاتي المستحقه بالميناء اكثر من الجويه، وماديا كل شيء افضل من، يعني افضل بحيث انه ماديا مستفاد منه. لكن وجدت نفسك ما راح تاخذ دوري بالميناء. بس بالحسيت الفريق بعيد عن المنافسه راح سنبتعدت. كذلك بالنجف، النجف من كنت اتمنى انه مثله، بس من حسيت الفريق ما عنده هدف المنافسه ابتعدت. جيت للجوي لان انا لغرض احافظ على اسمي، لغرض احافظ على عطائي، يجب ان اكون الفريق هو ينافس على دوري على مود احس نفسي انا بهذا الفريق انه مكانتي موجوده. فلهذا السبب انا ما مثلت النجف، ومن احس النجف انه فريق قادر ان ينافس، فريق يجتهد ان ينافس على الدوري، راح اكون اول واحد موجودين رغم كل الماديات ورغم كل الموسم الجاي تلعب لهم؟ اذا لقيت هذا الشيء موجود اول واحد اكون موجود به. ما عندك اعتراض على الماديات؟ ابدا لا، ما لا بالنجف ما عندي، انا يمكن نادي ما عنده. انا اجي لنا، انا هسه لو اكو شغله، طبعا يمكن انا اللاعب الوحيد بالعراق نفط الوسط اللي استحقاقات ماديه، بالميناء اللي استحقاقات ماديه، بالهوكي اللي استحقاقات ماديه، بالجويه اللي استحقاقات ماديه، اللاعب الوحيد اللي استحقاقات ماديه اللي ما اداء باستحقاقات الماديه ممكن العب واطلع. يعني هذا السبب انه انا الاستحقاق المادي مو هدف الرئيسي، ولو كان هدف الرئيسي ما كنت لحد الان العب كره قدم. انا كابتن صالح سدير، انت كاشان حقيقي، الله يخليك، وان شاء الله هذا العطاء يستمر اكثر واكثر، لكن هي لكل بدايه نهايه، نتمنى لك نهايه سعيده مثل البدايات ومثل المحطات اللي وقفت عندها. وصلنا انا وياك والمشاهدين الكرام لختام حلقتنا لهذا اليوم، الكلام لك بالختام. شكرا لك، شكرا حضرتك، شكرا للزملاء خارج الكاميرا، شكرا لجماهير قناتكم، اتمنى لكم موفقية، ان شاء الله رمضان ينعاد علينا ان شاء الله بألف خير. شكرا لك كابتن، رمضان كريم، وشكرا لكم اصدقاء المشاهدين على طيب المتابعة. نلتقيكم بحلقات جاية ان شاء الله مع ضيف اخر ومن على قوس الجزاء. تقبلوا تحياتي وتحيات قادر العمل خلف الكواليس، الى اللقاء. على قوس الجزاء برعاية مطعم ومقهى جنائن المعلقة، بوفي فطور وسحور يوميا، المنصور بابيلون مول الطابق الخامس.